بيندينج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كراكم يا جماعة الخير؟ ايوا الحمد لله الحمد لله، واخا مكرفسين ما عندها الحمد لله على كل حال. والو والله والو يا اخي، راه الضيافة ان شاء الله راه ان شاء الله تكونوا في القمة، وراكم في القمة. اه لكن اخويا راك شفت، راك شد داك المشكل داك خنا واش اللي داروه هذاك وزير ديال الفلاحة والصيد البحري والوقيتة ديال محسن فكري، داك الفيديو اللي شافوه العالم كامل. هو مشى صاحبي ومشى يحني لمحمد السادس، داروا عاوتاني رئيس الحكومة، وخرج واحد ونقول لك عاوتاني خرج واحد بسحب الرقية الشرعية سميتو أحمد شي حاجة، المهم أحمد نافع معروف في المغرب، قال لك راه اسمع مزيان والله العظيم الا راه في الفيديو مصور، قال لك راه اخ النوش ربي اللي اختاره، قال لك الله تعالى اختاره، قال له باش يولي رئيس الحكومه هكا. قلت له ولا نبي ولا رسول لعنه الله عليكم. والله علي العظيم، والله العظيم قلتها هذه شهرين، قلت لهم اخ نوش هو اللي يدي الكرسي، هي المهلكه العلويه هي اللي تخير شكون هو اللي يطلع وشكون هو اللي يتنصب، ماشي الشعب اللي خير. واه هذه راها معروفه في البلاد، معروفه هذه الانتخابات في البلاد، معروفه باللي الملك هو اللي يختار شكون اللي يطلع وشكون اللي ما يطلعش وشكون اللي يتشد وشكون اللي ما يشدش، هذه راها معروفه اخر واش هو اللي يشدها، باسكو المجرم السفاح كيفاه كيفاه كيسيده كيفاه كيسيده. اخي احنا لو كان لقينا البلاد زينه والبلاد نقيه والبلاد مزيانه ما نهربوش منها. واه واه ما نهربوش منها خويا، رانا في الجزائر خدامين ناكلوا يا ربي ديك الحرب، ما عندنا حتى مشكل مع الجزائريين، ما عندنا. يعني انت يعني انت مغربي ولكن عايش في الجزائر؟ ايه انا راه عندي لحد الان 17 سنه في الجزائر. ايوا الحمد لله 17 سنة الحمد لله، بوليداتي هنا، بداري هنا، بخدمتي هنا، بسيارتي هنا، كل خير عندي الحمد لله. ايوا الحمد لله. وتزيد عاد كي تروح تزور البلاد وتمشي تشوف اهلك في المطار يسرقوا لك في درامك. وين هي الدكتاتورية؟ في الجزائر حاشا ولله، لا ما كانش دكتاتورية في الجزائر، الجزائر احنا ما يدوناش فلوسنا ويدونا صوالحنا ويقمعونا على العمل ويديرونا، لا 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 لا. الجزائر تقول لك دير اوراقك وروح تخدم اخويا معزز مكرم. انا بغيت غير نعرف، عندي نسولك باللي راك تعرف تما ذاك التاريخ نتاع الجزائر ودوك الناس، واش عمرو شفتو شفت تما بنادم يطحنوا في كاميون ديال الصليح، المخزن يطحنوا في كاميون ديال الصليح، ومين يخرج ومين يخرج اسمع نكمل لك، ومين يخرج اللي يحكم نعطي لك شهاده راه نتعلق فيها يوم القيامه، من قتل نفسا كما قتل الناس جميعا ومن احيا نفسا كما احيا الناس جميعا. طحنوا محسن فكري في الكاميون ديال الصليح، البوليس واقفين قال له طحن مو ناض خطب السفاح محمد السادس فرعون الزمان هبال السادس، اخطب موراها بواحد المده قال لهم نشكر المخزن ونشكر الضلاك الهلاكي، وبقى يشيد تما في المخزن يشكر هذوك اللي قتلوا، ما قال اودي فين راهم ولا وزاد. بياسير يشكر، بياسير يشكرهم باسكو جده، باسكو جده نهار اللي جاب فرنسا وقمعوا الريافه 50,000 ريفي اللي طحنوه، وينوض سيدهم يمدح في الليوطي ويمدح ويعطيه في الاوسمه على الريافه اللي تقمعوا 50,000 قتيل. التاريخ يشهد، انا مانيش امازيغيه، انا عربي، عربي نتمنى نكون امازيغي ونتمنى نكون ريفي، نتمنى. بارك الله فيك، الله يحفظك على الكلمه ديالك. نتمنى، وراني ندرس هنا في هنا في الجزائر، راني ندرس الامازيغيه، راني نقرا فيها.
ونتمناو الاخوان نتمناو تكون مثل الاخوان ديالنا، حتى حنا راه ما عندناش المشكل مع واحد يهضر العربيه ولا يهضر شي، ما عندناش، حنا عندنا الايه ديال خلقناكم شعوبا، ولكن الحمد لله فخر واحد اللي يقول لك واه كاين الريف تكرفصوا وفات عليهم والجنود، هو يعني شهاده حق، شهاده ديال الحق. التاريخ، التاريخ يشهد، التاريخ يشهد، وما كانش اللي ينجم وما كانش اللي يقدر يزيف التاريخ، مستحيل. العلويين هما اللي يزيفوا التاريخ، هما اللي يكذبوا على الشعب، هما اللي بردعوا الشعب، هما اللي ردوا الشعب الجاهل، حتى وصل الشعب يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ها هو في دين الله. وواحد البارح انا نشوف واحد المنشور البارح والله العظيم نستغفر، يقول لهم سيدنا راه يشفي المرضى، راه حاجه واحده والله لا قريتها البارح، سيدنا راه يشفي المرضى، وراه باقي لهم حاجه واحده يقولوها عن قريب، سيدنا راه يحيي الموتى. وي عيسى عليه السلام. وواحد يقول لهم واحد يقول لهم نشكروا سيدنا جاب لنا الشتاء. وين وصل الشعب؟ هذا هو الشعب الكليخ، الشعب الكليخ هذا، ما الشعب هذا ما تنتظرش منه الخير، هادو العياشة ما تنتظرش منهم الخير، الخير ننتظروه من الأحرار، من الرجال اللي رفضوا الركوع والسجود، هادو هما اللي ننتظروا منهم الخير. ما هاد العبيد، العبيد ما تنتظرش منه الخير، يقول لك ولو أمطرت السماء حرية لفتحوا العبيد مظلاتهم. حنا عندنا واحد الشعب فيه واحد، كاين واحد الايه انا دائما كيعجبني، كاين واحد الايه ديال المغلوب عن امرهم، كاين اللي مغلوب عن امره اللي ساكت ما نلوموش، انا ما عندي مشكل الشعب كامل، نقول الشعب المغربي ولا فين ما، بصح نتايا كتنوض تهضر وتقول باللي محمد السادس جدو رسول الله عليه الصلاه والسلام، قلت لهم علاش ما تهضرش؟ قلت لهم والله لو كان تمنيت لو كان مت قبل ما نشوف هذا الشيء بالله العظيم، لحقاش الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده الساعه ديال مليار و200 في اليد وكيهضر، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يشري لولده الطياره ب 70 مليار، كان عنده 12 قصر في المهلكه وفي اوروبا كيشري بالملايير كيشري القصوره، واش الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده شي درهم؟ وياك عاش فقير ومات فقير. قلت له علاش واش هذا الشيء هذا، واش هذا الشيء هذا اللي راكو ديروا فيه؟ وهاد الائمه قلت لهم تنوضوا غير تهضروا شويه، هما خوتنا كل ما تهضر يقول لك انت الفيتنا، صفتوك الجزائر، صفتاتك بوليزاريو، صفتات اودي واش راكو تقولوا؟ ما عندناش المشكل، مالكم الا كان المشكل مع الجزائر عندكم، حنا هذوك خوتنا، حنا يا خوتنا، الاخوان ديالنا في الصحراء هذوك خوتنا، شكون يبغي يعيش مع العلاوي؟ انا ها راني فين؟ راني عايش في بلجيك، عايش في بلجيك، علاش كنهضر؟ عندي الطوموبيل ديالي، عندي الخدمه ديالي، عندي الكونت، عندي كلش، ولكن من كنشوف من تشوف بنادم تحنوه في الكاميون ديال الصليح، والله يا لو كان تشوف شي حوايج كيوقعوا، البنت صاحبي في فاس، بنت عندها 7 سنوات، اغتصبها الراجل، اغتصبها وباين البنت مشى شكا داوه الحبس، جا العفو الهلاكي في شهر خرجوه. بقى يفوت من تما اللي اغتصب البنت، البنت عوجة تما، مش كيما مشى باين البنت جي في راسو انتحر. بحال قصة الكويتي، بحال قصة الكويتي. ودانيال وزيد. 200 درية اغتصبها وهربوا في طيارة وراه في الكويت. 200 طفلة. راه الكويت معزز مكرم. دانيال ما نحكوش عليه، راه قصة واضحة. كيسموه داك الفرنسي، واش يكون داك الفرنسي هذاك الثاني اللي دار دانيال دانيال لا ماشي دانيال، دانيال تاع اسبانيا، الفرنسي اوا ثاني دار الكارثه، فرنسا ثاني دار الكارثه، وراه في فرنسا معزز مكرم، واش هاد العداله هاد العداله المهلكيه هذه تخدم على الشعب المقموع؟ ها اللي يقول كلمه الحق ادوه عكاشه، اللي قال عاش الشعب عكاشة، اللي قال خاصني الجامعة عكاشة، اللي قال خاصني السبيطار عكاشة. السبيطار 20 سنة، احنا عندنا إلا قلت السبيطار 20 سنة.
انا بعدا لقيت الحسيمه ونعرف الحسيمه مليح. كيفاش تعيش كيف وحنايا فينا واحد الحاجه يقول لك راه ريافه واعرين. والله يا خويا الى ريافه يموتوا مع الناس، الى يعاونوا بنادم، الى شي واحد ما عندوش. ابسط الناس اللي عرفتهم انا فوق الارض عاشرنا نقول لك وعاشرت والله يا خويا حتى يموتوا معاك رجله، ماشي نقول لك كلش ولكن الاغلب. شوف يا خويا كيفاش راه المراه الوحيده، راه المراه اللي هزت السلاح قومت الاستعمار في العهود فوقاش قومت لي، وانت يا تجي ديك المراه تغتصبها في البلاد ديالها وتسبها وتطيح مساكين ما يقبلوش حتى تطيح ديال الهضره صح باش تطيح. حنايا راك تعرف ديك الدوله ما يهضروا غير بالحزامات. شوف اخويا واللايف راهم يتفرجوا فيه العياشه، راهم يتفرجوا. نتحداهم الى ينوضوا ويقولوا المرحوم عبد الكريم الخطابي شهيد. نتحداهم. لا بز عليك ها باسكو علاه يقروا لاولادهم في المدارس باللي الخطابي ارهابي. صح ولا لا؟ نيشان ما يقدروش يقولوا شهيد، نيشان ما يقدروش يقولوا له. قرينا في المدارس كان ما يقروناش على الخطابي احنا. ما يقروناش عليه. ممنوع. انا تاريخ الخطابي عرفته في الجزائر. والله سمعوا الشعب، سمع قال لك التاريخ نتاع الخطابي عرفوه في الجزائر والسيف من المغرب، سمع. ندرسوا هنا يدرسوا في الثانويات. في الثانوية يدرسوا هنايا التاريخ الخطابي رجل ثورة. ثورة حارب فرنسا، حارب الإسبان، كان باغي يحرر سبتة وميليليا، لعبوا له الفيلم نفاوه لمصر وقضوا عليه في مصر وكمل الفيلم. علاه تتكلم على سبتة وميليليا؟ درك اللي يجي أنايا يقول لي بلي هادو العلوية راهم يطالبوا على سبتة وميليليا. يكتب الكاتب اللي يقول لك العلويين يطالبوا على سبتة وميليليا. متنازلين على سبته ومليليا بالوثيقه. ما يهضروش عليها. كي ينادوا الريافه تكلموا على سبته ومليليا ارواح تموت نقمعوك. تكلمش. ما يضحكوش على الناس، ما يبردعوناش، ما يضحكوش علينا احنا نفهموا. بصح هذا الجيل، هذا الجيل المكلخ هذا اللي راه طالع كثروا له الشواذ، كثروا له القرقوبي، خلاوه مهلوس في راسه، يعرف يعاش الملك ويموت بالجوع. شي حاله هذه هي واحد هذه الحاله هذه اللي قلت عندك الصح. هذه واحد النقطه مهمه بزاف ذكرتني بها. التاريخ هذا من قلت لي في الجزائر كيقريوه. شوف حنا البلاد اللي يقول لك انتم انفصاليين، حنايا راه عندك ممنوع تهضر على عبد الكريم الخطابي. راه نقولها لك سوى الا كانت انا باغي تمشي دير شي مجلس وتبقى تقول التاريخ وراه دار معركه والو وراه راح تعرف وخص يعرفوا باللي راه حامل للقران. راه حامل للقران عبد الكريم الخطابي، راه امام كبير صاحبي معروف صاحبي. والكلمه اللي قال واش تا قال؟ ما كانش عنده هادو كفار هادو مشرك، ما كانش هكا. كان كيقول الكلمه اللي كتعجبني بزاف عاوتاني، اينما انهزمت الحريه انهزمنا. بارك الله قال لك في مره انهزمت فوق الارض، يعني كملنا. شوف هاد الناس واش هاد السيد ما تعس بالتاريخ ديالو. هما راهم يقولوا باللي الخطابي مجرم انفصالي هكا يقولوا، وحتى كيقولوا باللي محمد نتحداهم يعطونا كتاب من الكتب الخطابي، كتاب واحد ولا كلمه واحده قالها الخطابي وتكلم عن الانفصال. نتحداهم. ابز عليك. الخطابي تكلم على تحرير المغرب من شمالها حتى الجنوبها، تحرير المغرب من إسبانيا، من فرنسا، من الدكتاتورية العلوية. هادو اللي ما رفضهم الخطابي، بغاها دولة ديمقراطية هي ذات سيادة شعب، مش سيادة سلطة، سيادة شعب. هذه رفضوها، ردوه انفصالي. هو ما قال انا سلطان، ما قال انا مالك، ما قال نديروا دوله، ما قال والو. الله يرحمه، كتبه ما قريناهم، ونعرفوا كتب الخطابي ونعرفوا تاريخ الريف. الريف ما طلبش بالانفصال،
النهار الاول ما طلبش بالانفصال، الريف طلب بالانفصال نهار الاباده الفرنسيه اللي دارتها فرنسا في الريافه مشاركه الجيش العلوي. واعترفت فرنسا جمهوريه الريف لمده 4 سنوات او 5 سنوات، صح ولا لا؟ و 2021 26 كانت جمهوريه امل وليها بما ان الريافه عندهم الوثائق تاع فرنسا باللي كانت معترفه بجمهوريه الريف، عندكم الحق تنوضوا تطالبوا بجمهوريه الريف. عندك وثيقه، عندك الوثيقه، فرنسا خاصها تشهد بالوثيقه. احنا عندنا المشكل هنايا في المغرب الهم هذا، المغرب العربي، انا نعيط ما نعيطلاش مغرب العربي، انا نعيط له مغرب الهم. مغرب الهم المشكل هذا اللي عندنا دارته فرنسا. فرنسا لا في الجزائر لا في تونس لا في ليبيا لا في المغرب لا في موريتانيا لا في المالي، كاع هاد البلايص دايرتهم فرنسا. فرنسا ماذا بها تشوف هاد الحروب بين الشعوب بيناتهم، وتشوف هاد الصوالح، وتشوف وهي تدي في الخيرات. هي درك انا واحد الحاجه اللي كنشوفها الرحمه، كاين الرحمه ديال الانسان وياك، هي فرنسا دارتك وتقتل بنادم تحمى انت، هي مثلا بنادم تغتصب مراه بالكرش ديالها، شي حوايج كيوقعوا العقل ديال الانسان يتبلوكا. كاين حوايج كاين اسكو هذا المجرم، هذا المجرم راه جرو تاع فرنسا، هو جرو هذا ديكتاتوري على شعبه فقط، اما مع الخارج راه مجرد جرو. هو اللي كيتقوى دروك اللي كيساندوا بزاف هما الصهاينه اللي راهم معاه دروك. والصهاينه تثبت لي والله يعني العظيم الصهاينه ما يديروا له والو، الصهاينه ما يديروا له والو، راه ضحكوا عليه ضحكه والصهاينه ما عاونوش رواحهم، هما في رواحهم ما عاونوش رواحهم، بغاو يعاونوا محمد السادس. ولكن لا لا اسمح لي، راه قاسحه باش يمشي يدير التطبيع وحنايا الشعب فيه 40 مليون تمشي دير التطبيع؟ لا لا ما فيهاش اللعب. اول واحد تستعرف بها كدوله كيفاش نقبلك انا؟ كيفاش انا غادي نمشي؟ ما تدخلكش كاع العقل. لو كان ما كانش هذا الطاغي هذا نورمالمون باش دير التطبيع ولا باش دير حاجه كيما خاصك تشاور شعبك. ورا داك الشعب راه خرج مظاهرات تضامنا قبل ما يديروا التطبيع، تعرف المساجد كي كيقولوا على الصهاينه، في الطرقان في القهاوي، بصح هذيك هي اللي كيحبس لك المخ ديالك انت. يعني الساعه فاش وصلت وصل كيسميتو انت يا العثماني قاد مظاهرات 50,000 واحد حتى 60,000 واحد حتى 70,000 واحد موقوفا مع الشعب الفلسطيني وهذيك، ولكن حنايا الشعب الاخوان اللي في الريف هذوك ما ينوضوش معاهم. لا ما هذاك العثماني وهذوك بصح ما كيخرجوا، علاش يلهيوا الناس في المساجد ورا الصهاينه يقتلوا؟ بصح النار فاش شاف المصلحه ديالو السفاح تزير عليه الحال، واش مشى واش وزيرة الدفاع؟ واحد وزيرة الدفاع ممنوع عليها تدخل لأوروبا، واش هاد أوروبا فين راه المؤمن؟ أوروبا ممنوع تدخل لحقاش كانت تضرب ديك الوقيته بالدرون دوك الأطفال، ودوك الأطفال كانت تما واحد القناة منا بلجيك بعدا كانت فيلمي وشاف داكشي على الساتيليت مباشرة باللي دوك الناس ما داروا والو، وكاين الدرون كانت تضربهم بهذيك المسؤولة وزيرة الدفاع، وداروا لها من تما كاينه في جوجل تقلب عليها ممنوع تدخل لاوروبا. فين كتمشي؟ كتمشي عند السفاح. كيفاش هذا اللي راني نقول لك دبلوماسيه، هاد شي حاجه دبلوماسيه ماشي شي حاجه. مشات هذيك يعني واش تنعطي لك اكثر بهاد الادله؟ هي هذه منعوها قالوا لها انت يا راكي تما ولاد، وذاك روبورتاج شفتو يعني هنا في بلجيك شفتو في الاخبار هنايا وداروا عليه روبورتاج، قال لك دوك فلسطين كاين ناس هنا الكتاب قال لك اودي هذاك الخدمه اللي كديرها اسرائيل ماشي هكي، قال لك راهم يقتلوا البزاوز وفوتوا وداك الشيء بزاف ديال الناس لقيت معاهم هضروا على ديك القضيه. انا مين درت الدوله ديالي زعما مين شفت
اجبرتو تم ديك الوزيره مشات واستقبلوها وده مشات لتما كتقول ودوك الائمه اللي في المساجد قلت لهم 62000 واحد في 62000 مسجد واش ما خفتوش من تبلعوا العينين ديالكم نتوما واش عارفين نتوما واش البارح كتقولوا الصهاينه الصهاينه ودروك كترفضوا دائما يرفضوا الفاتحه للسفاح العلويين قلت لهم ودروك نتوما بعدا غير غير تنفس غير شويه قول له تطبيع لا غير هضر غير شو قول شي معني علاش وشوف هذا وشوف حتى داك الترشيح اللي دار هذاك النهار تاع اللي كان مرشح روحه الانتخابات داك الصهيوني كيسموه هذا شكون اخنوش لا 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 صهيوني يهودي سيمون سكيرا هو مرشح في الانتخابات في الدار البيضاء باش باش يحكم في الدار البيضاء ولا ما نعرف تاع البرلمان هو كنت سمعت هو قريت المشروع نتاعه ولا ما قريتهش اودي حنا راه المشاكل بزاف عندنا بزاف ديال الحوايج تفضل الانتخابات المشروع نتاعه قال لهم الا حكمت الا طلعت وربحت سيمون سكيرا هذا قال لهم الا ربحت في الانتخابات راني نرجع اليهود المغاربه اللي راهم في اسرائيل نرجعهم ونبني لهم في الصحراء نسكنهم في الصحراء شوف المشروع الصهيوني دروك حتى تحت الصحراء والله العظيم ما راه والله العظيم راه طامعه فيها الصهيون ماش طامعه ماش طامعه فيها حتى محمد السادس شوف المشروع قال لك نديروا مستوطنات ونبنوا ونجيبوا المغاربه اليهود المغاربه نرجعوهم يسكنوا هنا عرفت واش هذه تعني ماذا يعني هذا لا فينا لا فينا لا فينا كملوا صافي صافي ما بقاش يخمم مشى مشى لهم الريزو زيد شكون الاخر اللي كان عندهم اللي كان جينيرال كان كان كولونيل كان كولونيل في اسرائيل اللي كان متكلف بالاباده اللي كان متكلف باباده غزه ديك راه ولد مراكش سامي ترجمان سامي ترجمان راه روتريتي وعايش في مراكش وعرفت من 4000 فلسطيني اكثر من 4000 قتلها هو عرفت هذه القضيه ديال فلسطين الا جينا هضرنا عليها غير في الحكم ديال محمد السادس راه العلويين كاملين باللي حكموا العلويين راه نقول لك الانتفاضه باللي بدات كان الانتفاضه نتاع 2000 لحد الان ب 2000 لحد الان ارى العشرات ديال المجازر والحرق داك الشيء ديال الحريق نتاع الغابات والمستوطنات واحد الفضيحه الابادات جماعيه والتقتيل جماعي في عند الاخوان ديالنا في فلسطين في الحكم ديال السفاح راني نقول لك اللي رانا عايشين فيه درك كاينه لحد الان وهذا الشيء اللي راك تشوفه في فلسطين اللي واقع في المغرب لحد دروك اللي واقع في المغرب راه واقع كثر بفلسطين نفس ترى هنايا المغرب ما تهضرش تي لا كنت توقف وتقول احنا خوت جزائريين والصحراء خوتنا وهادو عندهم الحق ما تبانش شكون غادي يطلع لك غادي يطلع لك واحد تما اللي يعرف راه عارف واش يقول علاه ما تهدرش لا خاطر هاد السفاح هذا مستعد هو يبيع المغرب كامل مستعد يبيعها مجانا مستعد يبيع المغرب مجانا من اجل حمايه عرشه واه عندك الصح واش تبان لك انت واش تبان لك واش راه القراءه ديالك واش راه في النهايه ديالو ولا عاد يزيد هذا الشيء اللي راه كيدير فيه واش تبان لك الخلاصه لا راه على ابواب نهايته لحقاش انت يا كتشوف يعني هذا الشيء ما كانش قبل اكثر بهذه السرعه هذه واش تبان لك التحليل ديالك من بعيد نقول لك التحليل تاعي واش من عام حنا شفنا محمد السادس يمشي يطلب هكا يطلب من الجزائر العفو ويطلب من هذه ويطلب من اسرائيل ويطلب من امريكان ويطلب من هذه ما كناش نشوفوها هذه بيان على انه على انهيار والله الا باظ عليك والله الا باظ على انهيار ما بقالهش بزاف ها هي وينه تاع الجزائر تاع المشكل هذا تاع قطع الغاز راه يبعث في الوساطه باش يجوا من السعوديه يهضروا مع الجزائر باش يفتحوا لها الغاز هذه كان يديرها محمد السادس يمشي يطلب الوساطه يعني حصل ما كانش اللي يوقف معاه راه حصل حصله حاجه تاع كلاب
حاصلوا. والجزائر راه وين ردت عليه؟ رد عليه العمامره باللي راه الوساطه وهذا التخربيق نتاعك كيشد عندك، ما كانش باسكو راه ردت عليه الجزائر باللي قرار سيادي لا رجوع فيه. كاش الغاز يعني انا على من كنشوف واش تبان لك؟ انا يبان لي غير هذه القنوات ديال الصرف الصحي هما اللي راهم واقفين، ما كاين شي حاجه اخرى راه داخليا مشى. اليوم راه شفتي في راه قالت لهم باللي ما تخموش المغاربه زعما ما يخوفوكمش بالحطب ويخوفوكم، راه المغرب عندها الغاز اللي راه عندهم، راه عندهم الغاز، راه عندهم اسايرة عندهم الغاز وراه يحفروا عليه وراه كاين الغاز. شفت تخربيق تاع راه ما سمعناش الكلمه، راه ما عندهمش هذوك، هذوك راه موج الناس معنا الماء راه يموتوا بلا عطش، ما عندهمش حتى الماء واش تيدير بالغاز؟ واش انت واش تصاحبنا من الناس؟ انا في 2021 نقولها الناس راه كتموت، ماتوا سته هذه المره هذه بلا عطش. الماكله الماكله والله العظيم الى الكوستيم والكرافات وما عنده ما ياكل. شوف اخويا شوف اخويا الناس ما عندهاش موضوع وهذا الحوايج هذو اللي يقول لك زادوا والطرقون وهذوك راه الطرقون اللي عندهم المساكين. واش بنادم ما عندوش صنداله؟ ما يقولكش حتى الصنداله، يقولك غير الماء. كتهضر عن شي تهضر مع شي ناس يقولك صيفط لي غير ما ناكل غير ناكل. واش انت راجل يقول عنده 50 سنه وعنده ولادو والله الا الا كيفوتوا لنا الدار هكا يصور الدار يقولك باش تخنيها غير باش ناكل. وماشي ناس كيحشموا يخرجوا، ما يجي يقول لك عاد الكاز ويقول لك هذيك راه الشعب ما مستغل حتى شي حاجه. هذاك الشعب والله العظيم نشهد شهاده الحق، نشهدوا شهاده الحق. هذه الرساله اللي راهم يهضروا العياشه راهم يقولوا، يقولوا الجزائر راه راكي ما لقيتي ما تاكلي، لقيتي ما تاكلي. والاعلام تاعهم يروج الجزائر عندها الجوع، الجزائر عندها دي، الجزائر عندها من، الجزائر ما عندهاش جوع. لا راه ما عندهمش البنان، هذه انا كنشوف هذه تاع ما عندهمش البنان نقعد نضحك نشبع ضحك. ما عندهمش الحليب وما عندهمش الزيت وما عندهمش دي، هاد الصوالح هادو نشدهم بعينينا، شناهم بعينينا باللي ما كاينش. شنو الحوايج اللي راهم يهضروا عليهم ما عندهمش وما عندهم؟ هادو الحوايج الصبيانيين هادو نتاع الدراري الصغار من هادوك السنه الاولى يا سيدي راه اعلام صحافه اعلام وراهما. حنا ما كيبغيوناش من نقولوا الجزائر عاش الشعب الجزائري الحر، راه ما كيبغيوهاش. راه الى شوف اسمح لي الى قطع المباشر راه الباتري كمل ليا غير باش ما تديهاش مني الى قطع. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك. ايوا انت راك تشوف كل شيء راه في النهايه ديالو ان شاء الله، راه في النهايه ديالو ذاك السفاح هذا، هذا الشيء هذا اللي يقول لك جدي رسول الله ويقول لك هذا المرض تطبيع القصوره وما فهمنا والو في هذا ما نعرف الله ما نعرف. هذاك راني قلت لهم انا هذاك ماشي جدي الرسول، هذاك راه جده ابا جهل. ما نعرف يكون جدو اللي جدو علاش واش كانوا عنده القصوره وكان عنده الملايير في البنكات، واش كان يغتصب الشعب ديالو؟ ملايير دولار ولده ولده ولده. قول للشعب الجزائري قول له الشعب الحر كيبغيكم وخوت، والله ما كنكرهو شي واحد والله العظيم. واخا بنادم يسبنا ما نكرهوش، بصح هذا اللي وصلنا حتى اللي يسبنا السبب هو محمد السادس، هو هذا النظام هو السبب. شوف اخويا والله لا راني نقعد في القهاوي هكا في القهاوي مع الجزائريين اجور صحابي. انا ديجا هنا في الجزائر ما عنديش صحابي مغاربه، صحابي مغاربه ما عنديش، انا صحابي جزائريين. ما حتى البلاد اللي نخدم فيها فيها المغاربه وين راني نخدم، انا راني عايش راني نخدم في بشار. في بشار كما يقولون هما العلويين يقول لك بشار المحتله، راني خدام في بشار ومعايا المغاربه اللي نعرفهم هنا في بشار. كاين اكثر من 400 مغربي يخدموا في بشار وما خلطهمش. انا اصحابي جزائريين اللي نخدم معاهم جزائريين، اصحابي جزائريين. واش تنقول شهادة الحق يا والله للجزائريين يبغوا الريافة حبا جما. واش الله يحفظك على الكلمة ديال الحق قسما بالله شهادة الحق هذه. راهم الريافة في الجزائر وكاين الريافة خدامين في الجزائر، كاين الريافة نعرف الريافة هنا خويا. شابو ليهم شابو ليهم رجولة
يا الله واش تنقول لك، الله يحفظك، شكرا، لقاء ربي اخر ان شاء يوفقك، الله. الله يحفظك، ربي شكرا يوفقك انا، بزاف، ربي يوفقك ان الكلمة شاء دي الله. في زمن قل فيه الرجال. واخر كلمة، اخر كلمة نقولها وكوبي لايف، عاش الشعب ولا عاش من خانه. عاش الشيخ. اخر كلمة.